فريق إنبي فاز على فريق زد اف سي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري. وبالنتيجة دي بيحتل إنبي المركز الأول برصيد 26 نقطة، بينما بيحتل زد اف سي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة. عمرو حسام حارس مرمى نادي زد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي واللي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. فريق الجونة اتعادل مع الإسماعيلي سلبياً في المباراة اللي أقيمت على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الممتاز في الغردقة، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد الجونة ل 16 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة 13 في المركز 12. هشام محمد لاعب النادي الإسماعيلي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع الجونة واللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الممتاز في الغردقة. فريق المصري بورسعيدي حقق الفوز على المقاولون العرب في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد فريق المصري بورسعيدي للنقطة 23 محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 8 محتلا المركز 16. التونسي معتز زدام لاعب فريق المصري البورسعيدي حصل على جائزة رجل المباراة أمام المقاولون العرب بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة. وفريق فاركو اتعادل مع طلائع الجيش في المباراة اللي جمعتهم على استاد حرس الحدود في إطار مباريات الجولة 14 في بطولة الدوري المصري، وبالتعادل ده بيستمر فاركو في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 19 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 39 على التوالي ورقم 197 في تاريخه. كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري للسيدات، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 26 على التوالي وال 236 في تاريخها، بينما استقرت هانيا الحمامي في الوصافة ونوران جوهر في المركز الثالث، وكمان نور الطيب تصدرت المركز السادس في التصنيف السابع. المنتخب المصري للوشو كونغ فو حصل على المركز الأول وكأس البطولة العربية واللي أقيمت في تونس بعد الفوز ب 42 ميدالية متنوعة. الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي تم اختياره ضمن 4 مرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في النادي لشهر فبراير بعد تألقه في المباريات الماضية، وده بعد عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي أقيمت في كوت ديفوار. في الدوري الإسباني فريق جيرونا حقق الفوز على ريو فاليكانو بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، يحتل فريق جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 59 نقطة، بينما بيتواجد رايو فاليكانو في المركز 14 في ترتيب لا ليغا برصيد 25 نقطة. في الدوري الإنجليزي فاز فريق ويست هام على برنتفورد بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت على استاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بيحتل ويست هام يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما بيحتل برنتفورد المركز 16 برصيد 25 نقطة. وفي الدوري الإيطالي فريق فورنتينا فاز على لاتسيو بنتيجة 1-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإيطالي، بيحتل لاتسيو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي
ده في الموسم ده برصيد 40 نقطة، بينما تقدم فيورنتينا للمركز السابع بترتيب الدوري الإيطالي ب 41 نقطة. كده خلصت نشطتنا الرياضية، ونعود مرة تانية لجمانة وشاذلي واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. أشكرك يا هلا، شكرا جزيلا.